اليوم أختي الكبيرة بتساعدني في سلسلة الأرانب، يلا روح معاها. السلام عليكم، أنا أخت ليلي توم الكبيرة وراح أساعدها في سلسلة تربية الأرانب، وحلقة اليوم بتكون أشياء ممنوع نسويها لما نشتري أرنب وأشياء لازم نسويها. أول نقطة عندنا اليوم ومن أهم النقاط للأمانة، وهي ممنوع نشيل الأرنب من فروته أو من جلده أو من رقبته وكمان من إذنه، لأن غضاريف الأرنب جدا حساسة، نفس الشيء عظامة، فإذا شديت أذانيه بأبسط شد ممكن يتأذى. كمان ما رح نشيله بالطرق الخاطئة اللي ذكرتها تو، لأن نبي نكسب ثقة الأرنب وحبه، لأن إذا شلتوا الأرنب بالطرق المذكورة تو اللي هي جدا خطأ، ممكن تؤدي لأن الأرنب يحس بالخطر وإنه يخاف منكم وما رح يثق فيكم، وممكن كمان تؤذونه. وهنا تقدرون تشوفون الطريقة الصحيحة كيف تشيلون الأرنب، يعني تحطون يدكم تحت عند صدره وتمسكونه من ورا وترفعونه. النقطة الثانية وهي كمان جدا مهمة، ممنوع نشتري الأرنب لطفل لأن المسؤولية كبيرة جدا عليه، ما رح يقدر الطفل يكون مسؤول عن حيوان لأن هذه روح، وكل الحيوانات تحتاج شغل ومسؤولية كبيرة، لازم في شخص بالغ يكون يعرف كيف يتصرف مع الحيوان ويعلم الطفل، ومع ذلك حتى لو الطفل تعلم لازم يكون في شخص بالغ، مسؤولية تامة تكون على هالشخص. النقطة الثالثة قد شرحناها في فيديو سابق، لكن انسألنا كثير بهالموضوع فحبيت اني اوضح هالشغلة، وهي ممنوع نروش الارنب. السبب ان الارنب جدا نظيف، ينظف نفسه تقريبا طول الوقت، فما في اي داعي ان نروش الارنب، هذا اول شيء. ثاني شيء، الموية ممكن تسبب جرب، يعني إذا بللنا الأرنب ممكن يجي جرب، فما له أي داعي. الموية إذا روشتوا الأرنب تسبب تغيير كبير في درجة حرارة جسم الأرنب، وهذا الشيء ممكن يسبب لوفاة الأرنب. والأرانب حيوانات جدا نظيفة، يعني هم ينظفون أنفسهم، يعني ما في أي داعي أن نروشهم، وإذا كان عندكم أرنبين هم بيقدرون ينظفون بعض وينظفون أنفسهم في نفس الوقت، فما له داعي أن نروش الأرنب، لأنه زي ما قلت ممكن يؤدي لوفاة الأرنب. في حال كان في أرنبكم إسهال أو ما هو قادر ينظف نفسه، تقدرون تستخدمون مناديل مبللة تكون نسبة الموية فيها 100% أو 99.99%، أو ممكن حتى تأخذون منديل عادي وتبللونه بموية دافية وبس تمسحون المنطقة الخلفية للأرنب وبعدها تجففونها زين. وإذا جيتوا تجففون الأرنب لازم تجففونه بفوطة ناعمة، ابدا ابدا ما نستخدم المجفف حق الشعر العادي او الهوائي ابدا. النقطه الرابعه وهي ان ممنوع نحط الارنب على ظهره، والسبب ان الارنب لما يكون على ظهره يكون في حاله تخدير، يعني تخيلوا انكم تكونون منسطحين وحاسين بكل شيء حولكم، تبون تتحركون وما تقدرون، شيء يشبه الجاثوم يعني، فيفضل انكم ما تحطون الارنب على ظهره، حتى اذا جيتوا تشيلونه ما تحطونه على ظهره، نفس ما وريناكم في الفيديو كيف تشيلون الارنب وطريقه حمله. النقطه الخامسه هي ان في حال مرض ارنبكم تودون البيطري متخصص بالحيوانات الصغيره، يعني ما تودون عند بيطري حق كلاب وقطاوه، لا يكون بيطري تخصصه حيوانات صغيره مثل الارانب والهامستر وهالفئه من الحيوانات. وطبعا زي ما تعرفون الأرانب ما يطلعون صوت، يعني إذا شيء وجعهم أو تألموا ما رح يطلعون صوت، لكن اللي عنده أرنب ويعرف رح يعرف أن الأرنب في حال تألم يحك أسنانه بقوة في بعض. طيب تدرون حتى الأرنب يحك أسنانه في حال كان قاعد يتدلع، طيب كيف تفرقون الحين هل هو قاعد يتألم ولا هو فرحان؟ إذا كان قاعد يحك أسنانه وهو فرحان أنتوا تكونون قاعدين تمسحون عليه وهو يقعد يحك أسنان لأنه يعني مستانس وقاعد يتدلع عليكم، بس إذا كان بدون سبب وقاعد يحك أسنانه بقوة ويكون كذا قاعد في حالة، هذا معناته أنه قاعد يتألم ولازم تشوفون إيش المشكلة.
النقطة السادسة ممكن تكون غريبة عليكم، وهي أن الأرانب ما يتحملون الأصوات العالية، يعني مثلا صوت المكنسة، صوت التلفزيون العالي ما يتحملونه. فيعني إذا جيتوا مثلا تكنسون الغرفة بالمكنسة الكهربائية، طلعوا الأرنب من الغرفة، كنسوها بعدين رجعوا. النقطة السابعة، وهي في حال إذا كنت شخص مشغول، يعني ما تقعد في البيت كثير ودائم عندك مشوار، أو إذا كنت من الأشخاص اللي تداومون كثير وما تجلسون في البيت كثير، يفضل أنكم تشترون على طول أرنبين، لأن الأرنب حيوان اجتماعي ما يحب الوحدة. وإذا كنتم من النوع الفاضي اللي طول الوقت في البيت، فيحظ أرنبكم يعني دلوع وقاعدين معاه وتدلعونه وتأكلونه وتهتمون فيه، لأن الأرنب زي ما قلت حيوان اجتماعي. والنقطة الثامنة والأخيرة هي القفص. الحب تقولون قفص، مو انت قلتي لا نحطهم في القفص، لا انتم تحتاجون قفص اول ما تشترون ارنب. يعني في فترة تدريب الارنب على الحمام وعلى البيت وعلى الناس راح تحتاجون قفص. طيب كيف شكل القفص؟ لازم يكون قفص كبير كفاية ان الارنب يقدر يدور فيه، يلعب فيه، يقدر ينط فيه. يعني لازم بالطول وبالعرض، كمان نفس الشيء مساحته، انه من داخل يقدر يوقف يقدر ينط، فهذا مهم من ناحية القفص. طبعا القفص راح نستخدمه في فترات قصيرة، حتى لو كان الأرنب في فترة تدريب ما نحط الأرنب إلا في الليل في القفص لما نكون نايمين، لأن ما نقدر نتابع هو وش قاعد يسوي. لكن في النهار تحت مراقبتكم، لازم يكون برا القفص يلعب يتحرك، لأنه زي ما قلنا لازم ندرب على المكان، بس لازم نكون موجودين حوله وما نخليه في القفص طول الوقت. يعني بس في فترة لما تنامون أو لما ما تكونوا موجودين في البيت، لين يتعود، لما يتعلم على الحمام وعلى الناس وعلى البيت تقدروا تتخلصون من القفص، وأنصحكم أنكم تتخلصون من القفص. والحين بتجاوب على أسئلتكم اللي سألتوني إياها في الكومنتات، وأتمنى يكون شرحي واضح وإني قدرت أفيدكم. بتجاوب على أسئلتك واحد واحد. بالنسبة للسؤال الأول، لما يكون عندك أرنب في البيت لازم تنتبهين إنه في يعني في حيوان في البيت في الغرفة، لما تيجين تنامين تحطينه عندك في الغرفة وتكوني حريصة إنه في أرنب، لازم تنتبهين إنه موجود في أرنب في البيت، ما عليه خطر لما يكون معك في الغرفة، وتكونين واعية إنه هو موجود حتى يعني لما تكونين توك صاحية من النوم. وإذا مرة كنتي تخافين، يعني أو إنك مثلا من النوع اللي تقومين وما تحسين بالأشياء اللي حولك، تقدرين تاخذين من هالأقفاص اللي شايفتها في الشاشة تحطين مثلها وقت النوم يكون داخلها وعادي. بالنسبة لسؤالك الثاني هو التنزه، بيكون حلو لو طلعتيه بين فترة وفترة، لكن راح تحتاجين ليش مخصص بالأرانب نفس ما شايفة في الصورة هنا، وكمان بتحتاجين للمكان، يعني تكونين حريصة للمكان وين موديته، لأن الأرانب زي ما قلنا يخافون، فلازم تنتبهين إن ما في قطاوة ما في كلاب أو ممكن يهجمون عليهم. وحلو إنك بين فترة وفترة تطلعينه مثلا في حديقة قريبة من البيت، مكان يكون يعني نظيف وزين، وتكونين منتبهة إن ما في سيارات ممكن تمر، ممكن الأرنب يطلع فجأة يبعد عنك، لازم يكون معك ليش. بالنسبة للحقيبة، هو في حقائب مخصصة للأرانب، نفس الشيء بحطها هنا في الصورة بتشوفينها، ممكن في الحقيبة ممكن في الليش، ممكن تطلعين القفص اللي معك في البيت تطلعينه برا وتحطين الأرنب داخله. طبعا حقيبة قصدت يعني نفس البوكس اللي تشيلون فيه القطاوة لما تجون تودونهم البيطري، بس أنا أفضل يا ليش وتاخذين معك يعني تشيلين الأرنب في نفس القفص وتروحين الحديقة مثلا وتحطين هذا القفص اللي عندك في البيت برا، ويقعد الأرنب يلعب داخله يكون هو برا، أو ممكن تطلعين تتمشى معاه بالليش، لكن لازم تنتبهين عن المكان نفس ما قلت. ومعلومة جدا مهمة، وهي أن الأرانب ما يحبون السيارة، يعني يخافون كثير إذا ركبوا السيارة، إذا عاد طيارة ما أدري أحس ما يقدرون يتحملون إذا السيارة ما يتحملونها، فحاولي أنك تخففين طلعات بالسيارة، لا تكون مشاوير طويلة. بالنسبة للنباتات، هم ممكن يأكلون النباتات، فيفضل أنك ترفعينها كلها عنهم. هل هي مضرة؟ في بعضها مضرة في بعضها مو مضرة ما أعرف، لكن يفضل أن النباتات كلها اللي عندك ترفعينها تبعدينها عن الأرانب. بالنسبة لآخر سؤال سألتيني اللي هو الطقس، الأرانب ما يتحملون الحر الشديد، يعني لا يزيد درجة الحرارة عن 25. البرودة ممكن يتحملونها أكثر من الحرارة، لكن خلي درجة الحرارة اللي تكون متوسطة، ما يكون حر ولا يكون برد، يكون كويس، يعني في الغرفة في المكيف ممكن يتحملونه بس ما يكون مرة بارد، وأبدا ما يتحملون الحر.
اي صح، احنا عندنا 4 أرانب وهم 3 إناث وذكر، وكلهم معقمين، ويعني خلاص ما في طلب تزاوج، لان ارانبنا اول ما طلبوا تزاوج على طول حلنا الموضوع عند بيطري متخصص بالحيوانات الصغيرة. وانصحكم كلكم لما يمرون حيواناتكم بهالفترة انكم تعقمونهم. طيب كيف تعرفون ان الارنب بدأ يمر في هالمرحلة؟ الحين انتم مثلا تشترون الارنب هو عمره 2 شهر، لان اصغر من 2 شهر يكون لسه ما انفطم. فمثلا الحين انتم علمتوه على الحمام، صار يعرف على الحمام، يبدأ يصير عمره بين 6-7 شهور يبدأ يطلب تزاوج. ممكن بعضهم يطلبون من عمر 5 شهور يبدون يطلبون تزاوج. كيف يبدون يسوون حمام برا، يعني برا الحمام، برا اللي دربتوهم اياه، فهذا معناه انهم هم قاعدين يطلبون تزاوج. وابدا ما يصير انكم تتجاهلون هالموضوع، يعني يا يصير تزاوج او تعقمونه، وانا انصح بالتعقيم. بالنسبة للحمام شرحنا في فيديو سابق كيف نعلم الأرنب على الحمام. طبعا لازم تكونون صبورين مرة، يعني تحطون هذه المنديل، كل ما سوى حمام برا المكان تحطون المنديلة في اللي سووه وتحطون المنديلة في حمامهم عشان هم يشمون الريحة ويعرفون أن أوكي أنا هنا لازم أسوي حمام. طبعا المكان الغلط اللي سووا فيه لازم تنظفونه زين عشان ما يشمون الريحة هناك وما يرجعون يسوون في المكان الغلط. وغير انكم لازم تصبرون، طبعا لازم يكون عندكم صبر كثير، يعني ياخذون وقت لين يتعلمون كيف يسوون حمام. في حركة الارانب لما يجون يسوون حمام يسوونها، فانتوا اول ما تشوفون ان الارنب سوى هالحركة ترفعونه وتحطونه في الحمام، هو كذا يعرف انه لازم يسوي هنا حمام. وفي فيديوهاتنا السابقة نفس ما شفتوا ان نحط لهم العلف او البرسيم في حمامهم، لان الارانب عندهم عملية الهضم بهذه الطريقة انهم بسرعة ياكلون، فلازم هم ياكلون، يحبون انهم يكونوا في الحمام يفضل، يعني لازم يكون العلف او البرسيم في الحمام او جنب الحمام حول الحمام، انهم لازم يكونوا داخل الحمام وهم ياكلون. وهذا من احلى الاسئله اللي قد سالتها، اي الارانب يعشقون الموز، بس لازم ننتبه للكميه، يعني نعطيهم كميه قليله، الفواكه بشكل عام. ولازم ننتبه الارانب ما ياكلون تشيبس بسكوت أو الأشياء اللي إحنا ناكلها، يعني فواكه معينة وبكميات قليلة جدا. أول شيء برد على سؤالك، القفص، إن شاء الله تكونين شفتي أشكال القفص المطلوبة للأرنب يعني في فترة التدريب. وبالنسبة للخشب المبشور، أنا أبدا ما أنصح بالخشب المبشور أو أي نوع من هذه الأشياء اللينة أو الناعمة. أنا الصراحة أنصح بالباليتس، ما أعرف إيش اسمها بالعربي، لكن هي اللي إحنا نعتمدها مع الحفاظة في فيديو قد صورناه وراح أوريكم في هذا الفيديو كيف شكله. هذا اعتمدوه، يعني تحطون حفاظة وفوقه الخشب، هذا ما يطلع ريحة ويقدر يقعد معكم 3 أيام ما يطلع ريحة. طبعا ما أنصح أن نغير حمام الأرانب كل يوم، يعني خلوها كل ثاني أو ثالث يوم، بالذات في فترة التدريب خلوه أطول مدة ممكنة عشان الأرانب يحبون يشمون ريحة حمامهم ويعرفون أن هنا هم لازم يسوون حمام. وبالنسبة للمويه، الأرنب في أول يومين لازم يتعود أنه يشرب من صحن، لأنه هو يكون متعود يشرب من ذيك العلبة، فأعطيه 2 يوم ورح يتعود على الصحن. والمويه طبعا لازم نغيرها كل يوم. وهنا تقدرون تشوفون كيف تنظيم القفص. طبعا احنا في النهار نخليه مفتوح في فترة التدريب واحنا نكون نراقب، لما نبعد عنهم لما نيجي ننام نسكرهم في القفص، لكن فقط في فترة التدريب. وبكذا أكون جاوبت على أسئلتكم، وأتمنى أني أكون أفدتكم. كذا خلصنا فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والشير، وإذا كنتم جديدين السبسكرايب. نشوفكم بعدين.